السلام عليكم، تحياتي إلى متتبعي قناتي داخل وخارج الوطن. اليوم إخواني عنا وصفة بالبليزابا ولا بالدوارة. هاي الدوارة نديروها في القدر، نزيد معها الملح والماء تغلي، ومن بعد نشوفو كي باقي المكونات وطريقة التحضير. نديرو صوصيس ولا بودا بها. إخواني طحنا هذيك الدوارة، زدنا معها المعدنوس، زدنا راس الحانوت، زدنا الروز مطحون، زدنا فارينة، زدنا حبة البيض. دوك نعمرهم في هاد الشكارة ونطيبهم في الماء بالقدر. ها هاي حبة البيض والباقي المكونات، كي نوجدهم في الصحن